لا البطولة كانت حلوة قوي ومعمولة حلو وorganized بطريقة حلوة، ومبسوطة ان انا لعبتها حتى لو ما كانش احسن حاجة، بس يعني مبسوطة. لعبتها كذا مرة قبل كده بس اول مرة ابقى يعني مركزة فيها قوي. نتائجك البطولة دي احسن من البطولات اللي فاتت؟ احسن. ان الحمد لله واخده تالت، الحمد لله تحت 15 الحمد لله. يوسف دي المشاركه الثانيه ليه في البطوله، بقاله اولموست دلوقتي سنتين ونص، هو لسه 9 سنين و3 شهور بيلعب تحت 11، فهو عنده باشون باللعبه الحمد لله، وربنا يكرمه يا رب فيها. يعني الحمد لله طلع تاني مجموعه بتاعته في البطوله العربيه اللي احنا فيها، ربنا ما وفقهوش بعد كده، بس هو لسه صغير بيحاول. يعني صراحه البطوله دي احنا بنعتبرها من اللي هي وش القفص زي ما بيقولوا، بدايه الموسم تمام، وان البطوله هاديه وجميله والاجواءها حلوه. كابتن امير وجيه طبعا معودنا على كده، هو لازم لو اللعيب حب يستفسر ان انت اديت له نو ليت ليه او ستروك ليه، بترد عليه عشان يفهم، عشان يعرف مثلا هو كان المفروض يخش من لاين تاني، لا هو اللعيب ما وسعش كويس فانت عشان كده حسبت ستروك. لازم يعرف هو يعني الحكم من وظيفته ان هو يقول له انا حسبت النقطه دي عليك ليه. اللعيبه اللي بتحبيه جدا او اللعيبه بقى اللي بالنسبه لك دي رول موديل بتاعتك؟ نور الشربيني. ايه اكتر حاجه بتحبيها في لعب نور الشربيني؟ بلعب زيها او كده. في يوم من الايام ممكن يشوفك بطلة عالم 6 7 مرات زي نور شربين؟ ان شاء الله. حبيت اللعبة، قلت اكمل والحمد لله عرفت اوصل لاكثر بطولات، كان الموضوع ماشي معايا حلو الحمد لله. كنت انا على طول بكاتش يحيى، بس الحمد لله يعني النهارده عرف كابتن يجي، بس انا كاتشنت اول جيم وتاني جيمين والكابتن جه وكاتش. بيسمع كلامك بقى وانت بتكاتشن عليه ولا ساعات مش بيسمع كلامك بتعصب عليه؟ هو يحيى في حاجات كده بينشف دماغه عليها، بس لما انا اجي اركز له على حاجه معينه بيركز الحمد لله وبيسمع كلامي. انت عندك كام سنه وبرده بقى لك قد ايه بتلعب سكواش وعملت ايه في البطوله دي؟ قولي نتائجك كانت ايه؟ انا عندي 12 سنه وبدات سكواش وانا 9 سنين، يعني انا بقى لي 3 سنين بلعب. دخلت البطوله دي وطلعت من ال 16 وبس. الحمد لله من اول دور الثمانية و16 كسبت كله 3 لوب الحمد لله. هو بابايا كان كل شويه يقول لي اضغطي على البنت عشان هي بتفك فجاه. كنتش طبعا كان كل شويه يقول لي ركزي، انا في اول جيم النهارده كل شويه ضايع الكوره، فالحمد لله يعني كسبت 3 لوب. كنت برجع كورتي ورا والعب سكواش حلو قوي. يعني سكواش فتره اخيره انتشر بشكل كبير جدا، وبفضل الميديا وفضل برضو قنوات اون سبورت الحمد لله. طبعا اخويا بقى النهارده فاينل عايزين نشجعه، قلنا خلاص قلت له اوصل فاينل هاجي اشجعك. وانا على طول انا بتمرن هنا في بالم هيلز مع كابتن امير على طول، ويعني كابتن امير ليه فضل كبير قوي عليا وانا معاه من 2018.